يواجه أمير قطر تميم بن حمد وقفات احتجاجية حاشدة لعدد من الجاليات العربية على هامش زيارته لألمانيا في أول جولة له منذ اندلاع الأزمة القطرية. كان الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية بالخارج دعا إلى الوقفات الاحتجاجية تنديدا بممارسات قطر في المنطقة العربية ودعمها للإرهاب، وتأكيدا على موقف الدول الرباعية العربية المقاطع. في سياق متصل، أعرب رئيس ائتلاف المصريين في أوروبا ولاء مرسي عن تثمينه للدور الذي تقوم به الجاليات المصرية في ألمانيا لدعم الموقف المصري ضد السياسات القطرية، مؤكدا أن المصريين بالخارج هم أداة لتعريف العالم بالإرهاب الذي تعاني منه سيناء من قبل جماعات تدعمها أو يدعمها النظام القطري ماليا لتنفيذ مخططات إرهابية.